في زمن عاشته الجزائر بين خونة باعوا روحهم وقتلوا أبناء جلدتهم طمعاً ورغبة منهم في كسب رضا العدو الكبير لبلدهم فرنسا، فظهر العديد منهم وجند الآلاف، فأخذوا يفسدون وينتهكون حرمة أرض أجدادهم. ستشاهدون في هذا الفيديو أخطر 5 حركة عاثوا في الجزائر فساداً. لكن قبل أن نبدأ الفيديو، إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد. والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. محمد بلونيس، بدأنا به لأنه أثناء بحثنا في الإنترنت وجدنا هناك اختلاف كبير، فهناك من يعتبره وطني وثوري، وهناك الكثير منهم من يعتبروه خائن لبلده وقتل الكثير من أبناء جلدته. وأنتم أخبرونا عن رأيكم أسفل التعليقات. بلونيس هو قائد جزائري ويلقب عند الفرنسيين باسم أوليفييه. شارك في مظاهرات 8 مايو سنة 45، واعتقل عدة مرات وسجن في سجن بربروس إلى غاية التحاقه بالحركة الوطنية الموالية لمصالي الحاج، وعند تأسيس جبهة التحرير الوطني من طرف مجموعة من الوطنيين المتحمسين للثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. رأى بلونيس ذلك خيانة وخروجا عن الإجماع الوطني وعن القائد مصالي الحاج الذي كان وفيا له. وفي سنة 57 أسس بلونيس جيشا مؤلفا من أكثر من 3000 جندي من أجل منافسة جيش التحرير الذراع العسكري لجبهة التحرير الوطني، بعدما أسس نواته في سنة 55 وسماه جيش الشعب الجزائري، واتخذ من المنطقة الممتدة من الجلفة وبوسعادة منطقة نفوذ ودار الشيوخ شمال الجلفة مقر قيادته. وكان هذا الجيش مدعوما عسكريا وماليا وسياسيا من طرف فرنسا، حيث تولى القائد لخضر الطابلاطي وسيموراد بمحاصرته من جهة بوغار بلمديا، وعميروش من جهة المسيلة، وسي الحواسم من منطقة الصحراء، وتولى هؤلاء محاصرة بلونيس، وتم الاستيلاء على بعض الجيوب التي كان يديرها ناهيك عن السيطرة الفكرية على أتباعه، والتأكيد لهم أن بلونيس ومن معه يعينون فرنسا على بقائها في البلاد. وفي سنة 58 أذاع صوت الجزائر من القاهرة نبأ مقتل بلونيس، حيث أكد أن جنود جيش التحرير استطاعوا القضاء على بلونيس. وأكدت جريدة المجاهد بأن الرواية الحقيقية لمقتله هي أن جنود جيش التحرير هم من قتلوه وليس حارسه الشخصي كما شاع. وهناك روايات تقول أن فرنسا من قامت بتصفيته، وقد وضعت السلطات العسكرية الفرنسية جثته فوق عربة وطافوا بها تنكيلا وبهجة. ويبقى بلونيس من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بين المؤرخين، حيث هناك من يرى فيه خائن، وهناك من يدافع عنه ويرى فيه وطنيا له وجهة نظره الخاصة حول طريقة استقلال الجزائر. الخائن الكولونيل بن داود ونهايته الصادمة. ارتبطت عبارة العربي عربي، ولو كان الكولونيل بن داود بحادثة تاريخية صارت فيما بعد مضربا للمثل في التنازلات التي يقدمها الضعيف أمام العدو طمعا في منزلة ومكانة، فلا تزيده هذه التنازلات إلا إنقاصا في عيني العدو. صارت هذه الحادثة مضرب مثل شعبي يحث على عدم الخنوع. كان الكولونيل بن داود ضابطا جزائريا في الجيش الفرنسي، وهو من منطقة العامرية قرب وهران. التحق بالأكاديمية العسكرية الفرنسية سان سير سنة 1856، وتخرج منها في مرتبة ملازم أول. ورغم أنه وصل إلى رتبة كولونيل عقيد في الجيش الفرنسي، إلا أنه بقي دائما ذلك الضابط الأهلي انديجان، بدليل أنه وحتى بعد تقاعده أجبرته الإدارة العسكرية على إعادة استدعائه لخدمتها ثانية سنة 1908 لحل الخلافات بين القبائل العربية بالمنطقة. وخلال هذه الفترة الثانية قام جنرال فرنسي بزيارة تفقدية لقواته بالمنطقة، ويصدم الكولونيل بن داود بعد أن قام الجنرال الفرنسي بمصافحة كل ضباط وصف الضباط من الأوروبيين، وتجاهل مصافحة الكولونيل بن داود. في الغد وجد الكولونيل بن داود ميتا والمسدس عند رأسه، وورقة مكتوب عليها هذه العبارة: إخواني تذكروا هذا جيدا، حتى لو كنت الكولونيل بن داود فسوف أبقى عربيا.
يعني أنه مهما فعلت ومهما علت رتبتي فسأبقى في نظر الفرنسيين ذلك العربي الذي اسمه ابن داود. هذه العبارة التي أصبحت مضربة مثل خاصة في منطقة الغرب الجزائري انطلاقا من هذه الحادثة هي خلاصة شخصية لتجربة مرة مع الاستعمار. بالحاج جلالي عبد القادر، فرقة العميل بالحاج جلالي عبد القادر من مواليد عين الدفلة، عضو في التنظيم العسكري للمنظمة الخاصة OS، ثم سجينا عند الجيش الفرنسي بعد أن اكتشف أمره، ثم مخبرا يختفي تحت اسم كوبيس كوبوس، وعضوا في الحركة الوطنية الجزائرية، ظل على اتصال دائم بالحركة الوطنية بالشلف من جهة وبجهاز شرطة العدو من جهة ثانية، وبعد أن كشف أمره تحالفا مع باشاغا بوعلام لمحاربة الجزائريين، وأصبح يشكل خطرا على مجاهدي الولاية الرابعة، فتكفل سي أحمد بوجيرا بالقضاء عليه، وتمكن من استقطاب الكثير من جنود كوبيس الذين التحقوا بالثورة بعد أن اشترط عليهم سي أحمد بوجيرا التخلص من كوبيس الدين، اغتيل من طرف جنوده سنة 57. علي شكال هو خائن جزائري من مدينة معسكر، وهو محام ونائب المجلس الجزائري البرلمان آنذاك، استخدمته فرنسا للقضاء على جبهة التحرير، ورأت فيه البديل عنها مع أمثاله من الخونة. في عصر الأحد من سنة 57 نفذ الفدائي محمد بن صدوق عملية جريئة استهدفت الخائن علي شكال، وذلك عند المدخل الرئيسي لملعب كولومب في ختام النهائي كأس فرنسا لكرة القدم الذي جمع يومئذ بين فريقي تولوز وأنجي بحضور الرئيس الفرنسي روني كوتي. لم يكن الخائن بعيدا عن الرئيس الفرنسي، وكان بإمكان الفدائي الجزائري قتل الرئيس الفرنسي، لكنه لم يفعل. ورغم انتشار الحرس الرئاسي والبوليس السري والمخابرات في كل مكان، فقد تمكن ابن صدوق من الوصول إلى الخائن وقتله أمام أعين الرئيس والوزراء المرافقين له، وبهدوء تام سلم البطل نفسه. وعندما سأله الصحفيون عن ذلك أجاب بأن الجبهة كلفته بمهمة محددة هي قتل الخائن فقط، وعملت فرنسا على التكتم على حقيقة الحادث وسارعت إلى محاكمته وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكن أطلق سراحه مباشرة بعد الاستقلال. الحورية السمراء. حورية السمراء تحتاج فيديو كاملا لسرد قصتها. كانت حورية السمراء امرأة مناضلة ثورية نالت حظا من التعليم مع قريناتها الأوروبيات في المدارس الفرنسية بحي سالومبي المدنية حاليا، حتى غدت قريبة من النمط الغربي قبل أن تصير مناضلة في صفوف جبهة التحرير والخلايا السرية التابعة للمنطقة المستقلة للجزائر العاصمة التي ترأسها ياسف سعدي، غير أنها وفي خضم معركة الجزائر الشرسة كانت تعارض تفجيرات مقاهي الميلك بار ومرقص الكورنيش وغيرها من البارات والأماكن العمومية، منتمية بذلك لتيار داخلي كان مناوئا لاستهداف المدنيين مقابل تيار غالب كان يرى أن المستوطنين جزء من الكيان الاستعماري وامتداد له. دخلت السجن ببني مسوس ليتمكن الضابط ليجي من تدويرها لصالحه كاشفا لها حقيقة خيانة زوجها، لتقرر في غمرة الإحساس بالإهانة وغضب النسوان المدمر الانتقام من زوجها بطريقة صاعقة وخيانة الجميع. قبلت السمراء دون ما عناء أن تكون العميل رقم 53 ضمن مجموعة مصلحة معلومات السجناء. طلب منها رئيسها الجديد مواصلة مهامها العادية في صفوف جبهة التحرير، مانحا إياها رقم علبة بريد وسط العاصمة باسم مستعار هو بيار الأحمر وخط أحمر للمكالمات الطارئة، وإمعانا في ألعاب الخداع حول الضابط المتلاعب حورية إلى بطلة ثورية كبيرة، حيث قام باعتقالها أمام الملأ قبل أن تتمكن من الفرار من فرقة المظليين. تمكنت الجاسوسة السمراء من أن تدل الضابط جيل على زمرة من منشقي الجبهة المستعدين للعمل لصالح مجموعته الاستخباراتية الموسومة مجموعة البحث والاستغلال، يعز الدور الكبير في تقديم أسماء موصلي رسائل الجبهة وعناصر الربط وتفكيك تلك المنظومة وعزل الخلايا عن بعضها البعض، ليبقى الهدف الرئيس القضاء على رأس قيادة الثورة بالقصبة. يعترف الضابط الفرنسي قائلا: كانت حورية السمراء بداية ونهاية كل شيء في معركة الجزائر، وقد لا يصدق أحد أن ذلك كان بسبب نزاع زوجي وعشيقة، لكنها الحقيقة الماجنة. أما الثورة فلن تنتهي بتلك النهاية، بل ستمضي قدما إلى غاية تحقيق الاستقلال النهائي، مهما تكن تضحيات الشهداء ومهما تكن الانقلابات وخيانات الأشقاء.
فتحيا الجزائر، ورحم الله شهدائنا الأبرار، وحفظ الله جيشنا وشعبنا الأبي.